حلقتنا النهارده مع صوت حتتنا، صوت حتتنا اللي حكى حكاياتنا واحلامنا بحلوها ومرها، اللي غنى عن الزحمه والبنت السلطان والصح الدحم بوه وسلامتها ام حسن وحبه فوق وحبه تحت وكله على كله كركشندي، وغنى كمان للحبايب وقال راحوا الحبايب وما بلاش اللون ده معانا. اغاني كتيره موجوده معانا في حياتنا، في سهراتنا، في حفلاتنا، في افراحنا، باسم احمد عدويه. احمد عدويه اسمه دايما مرتبط بالبهجه والفرحه، ومهما عدى الزمن يعني يجي مطربين يروح مطربين، تيجي اغاني جديده، تيجي المهرجانات والراب والتراب واشكال تانية كتيره من الغناء الشعبي والغنى الشعبي الجديد، لكن برضه يفضل عدويه متربع على عرش الاغنيه الشعبيه بلون وطريقه محدش عرف غيره يقدمها. بيغنوله أغانيه لكن يفضل عدوية هو عدوية. مبسوطة جدا أن أنت موجود معايا وأنا موجودة معاك. أشكرك. وأنا أكتر طبعا مدام ونيسة أحمد عاطف زوجة الفنان أحمد عدوية، رفيقة الدرب يعني السكة الطويلة، ربنا يخليك. فأنا بحييك وبحيي الفرقة الموسيقية طبعا اللي فيها ناس بقالهم سنين طويلة. طويلة يا أستاذ، يعني طمني عليك الاول. الحمد لله. الحمد لله. عامل ايه؟ صحتك عامل ايه؟ فل. طمن مدام لميس. وانت بتتفرج على الحاجات دي وانت بتتفرج على الاغاني وشايفاك مبسوط، حاسس انه مشوار طويل يعني قدمت فيه شغل اغاني كتيره جدا. زحمه على اغنيه زحمه. قولي لي يا مدام ونيسه، مشوار طويل انت والاستاذ عدويه بقالكم قد ايه متجوزين؟ اكتر من 40 سنه. 40 سنة؟ أنا متجوزة عندي 15 سنة. وخدني طفلة يعني، فبصراحة اعتبرته أبويا وأخويا وصاحبي، والحمد لله كملنا المشوار وأدينا رسالتنا وبقى عندنا أحفاد. الحمد لله. عندكم كام أحفاد دلوقتي؟ ثلاثة. ولاد وردة والولاد محمد. ولاد وردة ومحمد. محمد عنده 2، أحمد ومنى، وورد عندها ياسين. اسمك الأصلي إيه؟ أنت اسمك أحمد عدوية ولا حاجة تانية؟ أحمد إيه؟ أنا عدوي. العدوي. مين اللي سماه؟ بس كانت غلطة صورت أغنية. غلطة من المطبعة. في أول أغنية ليك ولا؟ فقالوا خلوها كده. يعني هو اسمه أحمد؟ أحمد. العدوي. العدوي. فالأسطوانة وهي بتتبع طبعات احمد عدويه، فقالوا خلاص خلوها كده بقى، مشوها كده. مشوها احمد ومشيت احمد عدويه. وبعدين هو كمان كان بيحب الله يرحمه الاستاذ محمد رشدي طبعا، وكان بيغني له عدويه على طول، فدي ارتبطت بدي. فاكر لما جيت من المنيا من بلدكو ورحت شارع محمد علي؟ اشتغلت ايه اللي خلاك تسيب بلدكو وبيتكو والعيله وتروح شارع محمد علي؟ الفن. وحلاوه الفن. صح. مين قالك ان صوتك حلو؟ اللي قال كتير، ابويا وجدي. قالوا لك ان صوتك حلو، بس انت كده هربت من البيت وقررت تروح شارع محمد علي. كان بيحكي لك على شارع محمد علي؟ طبعا. هو كان طالب وكان بيقرا القران بطريقه موسيقيه فيها لحن شويه. ايوه. ففضلوا يضربوه لغايه ما طلع من المدرسه. راح لاخت من اخواته، خليته يشتغل مع جوزها في بتاعه نجاره. ورشه نجاره. وهو ما استمرش لانه مش حبيبها، وهرب وراح شارع محمد علي. فاكر شارع محمد علي يا استاذ؟ طبعا. ايه حاجه تفتكرها من شارع محمد علي؟ والله كل حاجه حلوه. قابلت ناس كتير قوي. كنت بتغني وقتها في افراح؟ كنت بتعمل ايه؟ كل حته. وبعدين رحت يعني اتعرفت بقى من ايه؟ لما رحت عيد ميلاد شريفه فاضل. ايه قصه عيد ميلاد شريفه فاضل دي يا مدام نوسي؟ ان هو كان في عيد ميلاد مدام شريفه وكان موجود الاستاذ مأمون الشناوي.
ولما سمع صوته قال له لا انت صوتك ما حصلش. وفعلا خد منه ميعاد ووداه لشركه صوت الحب للاستاذ عاطف منتصر، ومن هنا بدايه الانتاج، يعني اكتشافه الاستاذ مأمون الشناوي. يعني مأمون الشناوي بنفسه اللي يعني كتب اغنيات لعبد الحليم والنجاة كتب هو اللي اكتشف احمد عدوي. اكتشف احمد عدوي. فاكر اول اجر اخدته خدت كام على اغنيه اول غنوه غنيتها يا استاذ؟ انا غنيتها خدت كام؟ خدت جنيه. جنيه واحد. جنيه واحد. دي كانت غنوه ايه؟ صح الضحى انبوبه. دي كانت اول غنوه بتالي سلامتها ام حسن. لا سلامتها ام حسن قبل الصح الضحى انبوبه. ياه احنا كلنا فاكرين انه الصح الضحى انبوبه قبل سلامتها ام حسن، وهي دي بدايه شهرته. فبدايه شهرتك انهي غنوه فيهم؟ سلامتها ام حسن. سلامتها ام حسن. الله الله الله. حسن. فاكر الغنوه دي؟ دي اول غنوه تضرب لاحمد عدويه. اول غنوه تضرب. انت فوجئت بقى بالشهره وبالناس، انت شرايطك كانت بتعمل ارقام ما كانتش موجوده، يعني مليون مش عارفه كام الف، 100 يعني ارقام كبيره جدا. انت لما حصل ده حسيت بايه؟ فرحه. حسيت بجمال وحنيه. يعني صدقت قلت ايه اللي حصل لي ده؟ ايه اللي حصل؟ بحب الشعب قوي. الشعب بيحبني. قولي لي يا مدام نوسه، يعني انتوا اتجوزتوا امتى؟ 40 سنه يعني كان هو لسه في بداياته؟ في بداياته في الاول خالص. تعرفتوا على بعض ازاي؟ احكي لي بقى الحكايه. لا ده موضوع كبير. لا احكي لي الحكايه. كنت طالع من المدرسه وهو ماشي بالعربيه فعكسني. هو يعرف بابايا الله يرحمه. فقعد يشاور لي. قلت له انت عايز ايه؟ قال لي تعالي اوصلك. قلت له لا. ايوه ما توصلنيش ما يصحش. قال لي ده انا اعرف باباك، ده انا هوصلك لغايه اول الشارع. قلت له ولا اول الشارع ولا اخر الشارع. فخد بعضه ومشي. بالليل لقيته عندنا وبيتقدم لابويا الله يرحمه وبيقول له ان هو عايزني وعايز يرتبط بيا. فابويا قال له دي صغيره جدا، يعني دي في اعداديه، هتتجوز ازاي دلوقتي؟ قال له انا ليك عليا، خليها تكمل دراستها ومش هحوش انها ممكن تدرس ونكمل مشوارنا يعني مع بعض. فقال له طب سيبني افكر. ففعلا قعد يقول لي ايه رايك يا نوسي، احمد عدويه والحكايه والروايه. قلت له اللي انت شايفه. طبعا انا في الوقت ده صغيرة ما كانش ليا رأي. كان ابتدى يغني احمد عدوية، هل بقى وقتها كان مشهور ولا كان لسه؟ كان مشهور. يعني كانت له اغاني ايه؟ كان الصح الضحى انبوبه، سلامتها ام حسن، وما تاكلوناش بالمعلقة. طب انت ما قلقتيش؟ قلت ايه ده مغني ومشهور ومعجبات؟ لا ما قلقتش، لاني انا كنت وانا في المدرسة بغني وبعمل حفلات، فمش حاسة ان في يعني رهبة بيني وبينه. وحصل النصيب واتجوزتيه. واتجوزنا. يعني الشهرة بقى كانت مزعجة بالنسبة لك لان هو كان لسه طبعًا. ده في الاول بقى اللي هو افلام ودخلنا لا في شرايط وكاسيت. هو كان صعب جدا ان هو ما كانش حد بيشوفني. كان يقول لي اللي انت عايزاه اعمله لك. شاوري وانا نفس. لكن لا شغل معايا تنزلي ولا حد يشوفك في شغلي ولا في سفرياتي ولا في المجتمع بتاعي. وفعلا خلفت محمد اول واحد، وخلفت وانا في لندن، ونزلنا كل سنه بعدها جبت ورده، كل سنه يعمل لنا عيد ميلادنا احنا الثلاثه، ويقول شوفوا انتوا عايزين مين من فنانين مصر وانا مستعده اجيبه لكم. فاعمل لكم حفله. حفله كبيره جدا. في ايه؟ في اي مكان. ابو مناسبه ايه؟ عيد ميلاد. عيد ميلادنا احنا الثلاثه. انتوا عيد ميلادكم؟ لا بيعمله لنا في يوم واحد. عيد ميلاد في يوم واحد. فيجيب لكم بقى ايه اللي احنا عايزينه. والحمد لله. كان بيجيب لكم مين يعني؟ عادل امام. يا سلام. طبعا محمود عبد العزيز.
نور الشريف، مين تاني، صباح، صبوحة، فريد شوقي، يعني مش عايزة أقول لك كل فنانين مصر. إزاي أحمد عدوية طلع من المنيا لشارع محمد علي لبيت شريفة فاضل، خدوا بقى هنا مأمون الشناوي وعملوا العقد مع صوت الحب، من هنا بقى انطلق في عالم الغنى الشعبي. مين كان بينقي له الكلمات؟ مين كان بيختار له الألحان؟ الأستاذ مأمون الشناوي بصراحة، والأستاذ عاطف منتصر، ما نقدرش ننكر ده، وواحد اسمه حسن أبو عثمان، عشرة عمر، شاعر برضه، شاعر. ده اللي كتب لك سلامتها أم حسن، أيوة، وكتب لك كتير جدا من أغانيك الناجحة، صح. ده رفيق العمر بقى يا أستاذ عدوية؟ أيوة أيوة. وكان معاه حسن ابو السعود الله يرحمه. حسن ابو السعود لحن كتير من اعمالك. وانت بتختار الكلمات فاهمها، عارفها، عارف ان دي كلمات لها علاقه بالشعب، بالناس، ولا كان في حد بيختار لك على طول؟ لا، انا اللي بختار. انت اللي بتختار. بختار وبيحس بالكلمه. يا بيحس بان اللي بيتقال له، والا ما يغنيهاش كويس، ما يقدرش يوصلها للناس لو هو ما حسهاش. وهو بيختار الكلمات دي ما كانش فيها كلام غريب وقتها، يعني لما غنى مثلا الساحة تدحم بوه، دي قصة حتى سلامتها ام حسن، ده كلام ما كانش بيتقال، احنا كان وقتها بتتقال الاطلال. وحتى لما كان يغني رشدي او كده كان لهم غنى شعبي مختلف، فجأة بقى تنزل سلامتها ام حسن والساحة تدحم بوه، دي كلها كلام صعب. ما هو ده بقى، وزحمة، هو ده بقى الاختلاف، ان هو غنى في وقت كان الناس بتغني الاغاني اللي حضرتك بتقوليها، وهو غنى عكس الناس. فده الاختلاف، ويمكن ده من ضمن النجاح اللي عشانه احمد عدوية نجح. طب نغني بقى الساحة تدحم بوه، ودي جت منين كلمة الساحة تدحم بوه دي بنقولها للعيال الصغيرة، جت منين دي يا استاذ عدوية؟ كان في حد مثلا شفت طفل ولا حاجه وقررت يكتبوا له الساحه تدحم بوه؟ ابن اختي. ابن اختك. بتحب مين في الغنى الشعبي؟ محمد رشدي والعزبي. في بقى متقال و متقال في الاخر بقى، في الاخر ده حبيبنا متقال في الاخر يعني. بس مين اكتر واحد اتاثرت بيه، اتاثرت بالغنى بتاعه؟ عبد المطلب. يا سلام. ايه اكتر غنوه انت بتحبيها يا مدام نوسي منه؟ احمد. فيش غنوه غناها لك كده عملها لك؟ يا اختي صملتيه. يا اختي صملتيه طبعا. طبعا اللي كرمش عينه هو سبب دختي، هو ده، دي غنوه عملتها لنوسي يعني. يا اختي صملتين صملتين يا اختي. فانت بقى يا مدام نوسي اللي كتب لك يا اختي صملتين صملتين. وبحب الصنف المحلي وكده. بس اكيد كنت بتغيري ده عدويه يعني. طبعا كان ينزل. اقول يا استاذ طبعا. قال لك اهو طبعا. طبعا طبعا كنت بغير في الاول صغيره. بس لما كبرت فهمت، لما هو ابتدى يفهمني ان الفنان مش ملك نفسه، وان لو ملوش معجبات ومعجبات يعني هو مش موجود. بتغير بقى يا استاذ عدويه جدا، وبتنكد عليك وكده جدا. انت بقى حبيت فيها ايه؟ حبيت في ايه؟ الصدق طبعا، والحنيه بتاعتها. وكانت بتغزلني يعني بعيد بعيد كده، بتعكسك. بس هي يعني بتغير وكده. طبعا بتغير. لما كنتوا بتتخانقوا يعني كانت ممكن تجيلك بقى النايت كلاب، ولا تجيلك تجيلك المكان؟ لا، عمرها ما جت. عمرها ما جت. واتخانقت ودبت خناقه كده وقالت لك لا يا انا يا كده؟ مفيش الكلام ده. في البيت. في البيت تدبي الخناقه. بتتخانق جامد كانت. معلش تتخانق يعني غصب عنها. غصب عنها. بس عنده بقى لحظات رومانسيه ولا ما كانش عنده، ولا كان مشغول قوي؟ لا، كان مشغول قوي، وكانت قليله قوي اللحظات الرومانسيه. لما كنت بعاتبه
فيقول لي انت حبيبتي، انت معايا، انت نفسي. يا سلام. فيعني هو ده الكلام بقى اللي يعني. فبياكل بعقلك حلاوه، بياكل بعقلك. خلينا نقول الحقيقه، عمركم ما فكرتوا تنفصل وما وصلتيش لمرحله خناقه ان انا همشي واسيب البيت؟ لا حصل طبعا. حصل امتى؟ والله قبل ما تحصل الحادثه الاخيره بتاعته بثلاث اربع اشهر كنت مصره على الطلاق. والحمد لله انه ما حصلش. ليه بقى؟ ليه كنت مصره على الطلاق؟ الغيره برضو. الغيره كان في عز شهرته احمد عدويه. في عز عز عز. فكنت مصره على الطلاق حتى لو معاكي الولاد قلتي لا. واتدخلوا اهلي واهله واصدقائه واصدقائنا وقالوا طب نديله فرصه ثانيه. يعني ادوا لبعضكم فرصه. وقد كان خدنا الفرصه وحصل بقى اللي ربنا قسم بيه. انت بقى كنت ايه غلطاتك كتيره يا استاذه عدويه ولا ايه؟ غلطاتك كتيره بجد صح. كنت بتيجي تعتذر لها بجد تقول لها صح؟ بص اعتراف. هو اصله طيب قوي وعلى سجيته جدا وما عندوش لقم. فبصي هو يعني فعلا يعني هو صريح. كنت تيجي تقول لها انا اسف يا لازم نفسي. انا غلطت. مظبوط. سامحيني. انا ما غلطتش فيها خالص. انا حبيتها على طول. يعني ما كنتش بتخوني؟ لا ما غلطتش فيا خالص. غصب عني. يعني ما كنتش بتخوني يا راجل؟ لا غصب عني. غصب عنك؟ يلا صالحها 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 بغنوه بقى. تقول لها ايه عشان تصالحها؟ تقول لها ايه يا استاذ عدويه عشان تصالحها؟ حبيبي يا عسل يا ابو دم عسل. فلما كان يقول لك حبيبي يا عسل خلاص تتصالحي على طول؟ بنسى كل. يغني لك؟ انا طيبه اصلا. انت طيبه فهو كان بيستغل ده يعني على صراحة. طول. خلينا نقول الحقيقه. وبعدين حصلت الحادثه. دي كانت اصعب لحظه في حياتك؟ طبعا. وانا بستقبله على باب المستشفى. دي كانت اصعب حاجه في حياتي. وانا واخداه كده منزلينه من العربيه وواخداه على رجلي. ما كنتش عايزه اسيبه. وفاكره كويس قوي ان في ست كبيره فضلت تقريها في القران عشان اسيب ايدي منه. محدش قادر ياخده مني. فدي كانت اصعب لحظه. انا تالي ان هو ميت. يعني قلت لا يمكن يكون حي. فكل تفكيري ان هياخدوه مني ويشرحوه ويودوه البيت عند ولاده وهو متشرح. يعني هو ده تفكيري لحظتها. لكن ما كنتش عارفه انه عايش. اول مره فتح عينيه وكلمك؟ لا ده كانت فرحه الدنيا كلها. كنا في باريس. سافرتوا بقى. كنا في باريس و اتكلم فجأة. ربنا لما بيحب يريد مفيش حاجة بتمنعه. ودي معجزة من معجزات ربنا ان احمد عدوية رجع يتكلم ويغني وعايش في وسطنا. معجزة من معجزة. حضرتك لو سألتي اي دكتور مخ واعصاب هيقولك احمد عدوية معجزة من عند ربنا. الحمد لله. خدت وقت قد ايه في العلاج وفي لا مده جامده طبعا. سنين ولا شهور؟ يعني اخذنا بتاع 3 4 سنين علاجه. وابتدوا يقولوا لي لازم ينزل يغني عشان يفتكر الناس ويفتكر ان حصل جلطات كمان في المخ. حصل جلطات طبعا. فاثرت برضو على المخ. لكن الحمد لله. الحمد لله نحمد ربنا. الحمد لله. يعني في السنين دي بعد ضوء الشهرة الرهيب والأفلام والأفيشات وكل ده الضوء فجأة اختفى؟ لا هو ما اختفاش بصراحة. الوقت ده بالذات أنا بفتكر كويس قوي إن مفيش فنان صغير أو كبير أو فنانة صغيرة أو كبيرة ما سألتش عنه أو ما قربتش من سؤاله وزياراته على طول لغاية فعلا ما خف. يعني الأستاذ عادل إمام كان على طول ربنا يديله الصحة
كان بيبعت لنا الاستاذ مصطفى متولي طبعا بصفه يعني مش عايزه اقول لك يوميا، لانه كان بيحب احمد قوي وبينهم صداقه عشان يطمن عنه. ساعات ما كنتيش بتقفلي على نفسك الاوضه كده وتقعدي تعيطي وتقولي؟ يا كتير. واقول خلاص بقى، يعني هو الدنيا وقفت كده، مش هيبقى فيه زياده عن كده يعني. ويا رب قويني على ولادي وهكمل المشوار ازاي. ساعات كنت بتقعدي جنبه وتلوميه، تقولي له شفت الشرطه وصلتنا لفين؟ كنت ساعات بلومه من جوايا. كنت بلومه بقول له شفت انت ما كانش همك حاجه ازاي، بس شفت الدنيا عملت فينا ايه. الحمد لله، لان انت كنت دايما تحذريه وتقولي له خلي بالك الشهره دي غداره، ده حقيقي، والناس غداره. والله ده حقيقي يا مدام لميس. استاذه عدويه، اتعلمت ايه من الازمه دي يعني الصحيه دي؟ اتعلمت ايه؟ ايه اللي طلعت منه بيها؟ طبعا غير ستر ربنا، ان ربنا انقذك. بس دي اهم حاجه. الحمد لله رجعت زي الاول واحسن كمان، والنهارده زي الفل. الحمد لله. فاكر اول لحظه شفت فيها نوسي والولاد لو انت في باريس؟ فاكر اللحظه دي ولا مش فاكر؟ لانه كان لا، هو شافنا في مصر. يعني هو شافني انا في باريس. بس شاف ولاده هنا في مصر. وهو داخل بيته وانا كنت بذبح له تحت رجليه. فشاف ولاده، فكانت سعادته طبعا فظيعه يعني. الحمد لله. عملتي له حفله؟ وانا مش عملت حفله، انا عملت حاجه لا اراديه. يعني انا هو نزل من العربيه، كنت انا موصيه اني اذبح له حاجه تحت رجليه، وفعلا ذبحنا له لله ووزعناها لله، وبقى القران شغال في البيت ايات القرانيه، وكان فيها جو من الروحانيات يعني. لكن بعد كده عملتي له حفله جه فيها كل اللي عملت له حفله بعدها بثلاث سنين. كتبت كل من يحب عدويه في عدويه مستنيه في هيلتون النيل. وفعلا مصر وغير مصر حضروا الحفله دي. عوده عدويه. شريفه فاضل وعادل امام قولي لي بقى، ويسرى قولي لي مين؟ ما فيش حد في مصر ما حضرهاش، وما فيش حد بره مصر ما حضرهاش، وكله كان حاضرها بحب، مش حاضرها عشان يتفرج على احمد عدويه، لا ده حاضرها بحب لاحمد عدويه ولولاد احمد عدويه ولمرات احمد عدويه، فكانت ليها معنى تاني خالص. طب نشوف جزء بقى من الحفله دي. انا نفسي اشوف. هنفكركم كده، وكان فيها الاستاذ عادل امام الزعيم الجميل. مدام لميس احنا ما شفناهاش غير مره واحده في بيتنا، لان بكينا كلنا وما شغلناهاش لغايه وقت ناس. نشوف جزء من حفله عوده عدويه، واللي كان فيها نجوم مصر وكان فيها الاستاذ الزعيم عادل امام. الاستاذ احمد عدويه مش محتاج لتقديم الحقيقه، انما انا عايز اقول عن احمد عدويه مطرب وفنان قادم من الحاره المصريه ومن عصير تراب الشعب المصري. احمد عدويه صاحب الصح دحنبو، صاحب ام عبده فين، صاحب الاغاني الجميله اللي اثرت في وجدان الشعب العربي والشعب المصري. هو تعرض لمحاوله اغتيال، انا بعتبرها محاوله اغتيال، لكن الحمد لله ان الشعب المصري اللي بعض مثقفينا بيتهموه بقله الذوق انه وقف مع هذا الرجل، وكان عايش معاه محنته وعايش معاه الازمه اللي عدى بيها الاستاذ الكبير احمد عدويه. مطرب المصري الاصيل، صاحب الصوت الجميل والبحه المصريه الصميمه. احمد عدويه ابن الشعب المصري وابن الحاره المصريه والشارع المصري.
احمد عدويه اللي غنانا واسعدنا، احمد عدويه اللي كتير من الاقلام هجمته وهو صامد ونفسه طويل لانه فنان حقيقي. انا بقدم الاستاذ احمد عدويه المطرب الكبير والعظيم، وباهنيه على تمام شفائه، واتمنى له مواصله مشواره الطويل العريض من اجل اسعاد الشعب المصري. احمد عدويه. اشكركم ازاي كلكم، كلكم شاركتوني في عذابي والامي ومحنتي، ومش عارفه اشكر مين ولا مين ولا مين. اشكر مصر كلها، اشكر اخواتي ممثلين ممثلات مخرجين مخرجات، اقول ايه، الصحافه المصريه كلها انا بشكرها لوقفتها جنبي وجنب جوزي واولادي. انا مش عارفه اشكركم كلكم واقول لكم انا كل سنه وانتم طيبين، واملي ان احنا نطلع اول يوم النهارده في مصر ناخد منكم كل حاجه حلوه، بحبكم واقفين جنبكم. يا نوسي كنت صغيره كده، وقمر طبعا انت على فكره انت قمر دلوقتي اكتر، بس يعني كان عندك كام سنه؟ بلاش بقى، كان عندك حاجه و20 سنه اوائل الثلاثينات يمكن. هو يوم حادثته كان عندي 25 سنه. 25 سنه وهنا كنت في بدايه الثلاثينات. 25 سنه انا ومحمد ابني ماشيين مع بعض تك 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 بنضرب الكره لبعض. لكن 25 سنة ست مصرية صغيرة كانت فجأة في زي ما بيقول أستاذ عادل محاولة اغتيال. أيوة أنا كانوا بيهددوني، يعني مش عايزة لما كلموكي قالوا لك حادثة، اتعرض لحادث، اتعرض لمحاولة قتل، أنت بقى فكرتي في إيه؟ لما حصل ده الحقيقة وصلني لغاية البيت وتقال لي كده باللفظ، انت احمدي ربنا ان جوزك املك بالسلامه، وبطلي كلام بقى شويه. فسكت ومن يوميها انا ساكته. وكان كل حلمك ان احمد عدويه يخف؟ طبعا ده هو ده حلمي الاساسي، وربنا اداهوني الحمد لله. الحمد لله. وشفت احفادي الحمد لله. الحمد لله. خلينا نشوف اللقطات دي من البيت. احنا جينا صورنا البيت اللي مليان صور ومليان ذكريات، بقالكم قد ايه في البيت ده اللي في المعادي؟ حوالي 30 سنه. 30 سنه. رحنا البيت نشوف ذكريات احمد عدويه اللي مر بحاجات كتيره. بعد الفاصل هنكلمكم اكتر ازاي كانوا بيقولوا على اغانيه انها بتفسد الذوق العام، وازاي اتكلم عليه الاستاذ الكبير نجيب محفوظ. بيجي مطربين كتير اغاني جديده واغاني تروح، تيجي المهرجانات، يجي الراب والتراب واشكال تانيه كتيره من الغنى الشعبي الحديث، لكن برضه يفضل احمد عدويه متربع على عرش الاغنيه الشعبيه بلونه وطريقته اللي معرفش حد يقدمها. هو صحيح غنوله كتير، لكن يفضل صوت احمد عدويه اللي فيه البحه الجميله دي يفضل اجمل صوت يغني الغنوه الشعبيه. من احلى اغاني عدويه زحمه يا دنيا زحمه، هاني شنوده، وكان ده بدايه التطوير. يعني عدويه ما كانش واقف عند المزيكا القديمه، لا لا. كان بيتطور، فكره انه يغني بقى هاني شنوده وطريقه هاني شنوده الجديده، برغم انه الكلام حسن ابو عثمان نفس الكاتب اللي هو معاك يا استاذ. ايوه ايوه. ذكريات جميلة يا أوي أستاذ. أوي أوي. ذكريات جميلة أوي. في الوقت ده كانت الدنيا ابتدت تبقى زحمة، وابتدى عدوية يعبر عن كلام الناس، رغم انه قبلها كان المثقفين بيعتبروه بيفسد الذوق العام. صحيح. وكان الإعلام كله ضده وكانوا بيهاجموه. انت فاكرة الأوقات دي؟ طبعا طبعا. هاجموه قالوا ايه؟
انا بس حاجه عجبتني جدا ساعتها الله يرحمه الاستاذ محمد عبد الوهاب قال كده بالظبط: ما تزعلش يا عدويه، كل ما يهاجموك حط الجرنان اللي بيهاجموك فيه وقف عليه، لاقي نفسك بتعلى ولا بتوطى، هتلاقي نفسك بتعلى. ده الاستاذ عبد الوهاب بنفسه وكان بيقول على احمد عدويه ده الترتر، احمد عدويه الترتر بتاع بدله الرقص، ترتر بتاع الفن، هو اللي بيضوي بدله الرقص. اعترفوا بيه في او يعني اعتمدوه في الاذاعه سنه 80. ايوه. قبلها كانوا رافضينه تماما. أي. سنه 80 اعتمدوه في الاذاعه. ايوه. عايزين نسمع بقى قال عليه الاستاذ نجيب محفوظ ايه؟ لانه كان وقتها في هجوم على عدويه. أي. لكن الاستاذ الكبير نجيب محفوظ قال لا، ده صوت مختلف، هو صوت شبه الناس. نسمع الأستاذ الكبير نجيب محفوظ ماذا قال عن أحمد عدوية في حوارين، حوار مع الأستاذ عمر بطيشة وحوار مع الأستاذ مفيد فوزي. إيه رأي الأستاذ نجيب محفوظ في أغنية اليوم أو أغنية العصر؟ طبعا شوف، أنت بتكلم واحد له قدرة كبيرة جدا على تذوق كل أنواع الغناء. بعد اختفاء عمالقة الغناء لاحظت ان اللي من مدرسته في الحنجرة وفي المذهب ما بقتش بتابعهم بنفس الحماس، لان انت خدت على عمالقة. انما لما تكون بقى حاجة جديدة خالص يمكن تسمعها حتى ما اعتبرتهاش جوهرية. يعني الغنى اللي بيحاول يطلع مش بالتخت انما بالفريق الفرنجي احيانا اسمعه واجد فيه جمال. في اغاني حديثه انتوا بتقطعوها زي عدويه ودول، بجد فيهم كلام يعني وانغام بتمشي معايا برضه. دي معلومه جديده علينا. وبطرب لها وبجد ان في صله حقيقي بينها وبين فوضى العصر. يعني ادت فوضى العصر بقالب غنائي جميل، يعني ترجمه روح العصر. ايضا بالضبط. ده رايي الحقيقه. يعني شجاع جدا من الاستاذ نجيب محفوظ. قلت مره ان صوت احمد عدويه يطربك. في وقت كان المسموع الاول الله بينافقوه الشعب بينافقوه، لا ده راجل من الشعب بيستعمل اساليب شعبيه والفاظ شعبيه وصوت خشن شعبي. نعم. لا يخلو من حلاوه. ده الاستاذ نجيب محفوظ قايل عليك كده استاذ عدويه. يعني ايوه. وده غير راي الناس طبعا. كتيره فيك. كنت تعرف بقى عبد الحليم حافظ مش كده؟ عبد الحليم كان بيروح يغني عنده في البيت وكان في علاقه بينهم وبين بعض، لدرجه ان احنا كنا في لندن وكان الله يرحمه تعبان وكان في المستشفى، كان احمد يوميا لازم يروح له ويطمن عليه. وعايزه اقول لك كانت الدنيا بتبقى تلج وهو عنده شغل متاخر، كان يلبس البلطو بتاعه والكوفية ويجري جري عشان يروح يشوفه ويطمن عليه. فكان بيربطهم صداقة وما كانش الفن زي النهاردة ان ده بيغير من ده ولا ده بيبص لده ولا ده بيقول ده احسن من ده، لا كلنا حلوين، كلنا بنحب بعض، كلنا بندعو لبعض بالشفاء، كلنا واقفين جنب بعض. غنى لك عبد الحليم حافظ. وانت غنيت له. قول لي يا استاذ مين بقى اللي الحركه دي بقى كان ايه اللي جاب الحركه دي؟ انت على طول عدويه يبقى كده. مين بقى يعني ايه اللي خلاك تفكر انك تعمل الحركه دي؟ تعملها كده ازاي؟ ايوه كده لوحده كده. كده ايوه دي بقى حركه عدويه. ايوه اللي هي كده ترفع ايدك كده تبقى حركه عدويه. فخلاص بقى كل المغنيين لما يحبوا يغنوا عدوية يروحوا ايه؟ أيوة. عاملين كده.
في السينما بقى ابتدى على طول، شافوه بقى مكسر شرايط الكاسيت خدوه السينما. صحيح هي ما كانتش افلام عظيمه قوي كلها، مقاولات زي ما بيقولوا. كنت متضايقه من قصه السينما دي؟ لا والله، هي كانت تكمله لحياته الفنيه يعني. بعكس محمد ابني النهارده لغايه دلوقتي ما دخلش مجال التمثيل، مع ان محمد مطرب هايل، لكن ما خدش لسه التجربه دي. بس في وقتها كان اللي يغني يخش السينما كده، عشان كمان اسم عدويه على الافيش. ايوه، بيعمل بيجيب ناس كتير وكده. فاكر الافلام اللي انت عملتها يا استاذ؟ كتير كتير. ها طب هفكرك بيه شويه افلام كده ونفتكر سوا الافلام اللي انت عملتها. نفتكر عدويه في السينما كان اسمه موجود على افيشات افلام كتيره. صحيح كانوا بيسموها افلام مقاولات، بس في النهايه هي كانت بتجيب ايرادات، والافلام دي في الوقت ده سندت السينما المصريه في وقت كان في وضع اقتصادي صعب بعد الانفتاح، وسنين كانت صعبه من الحروب السابقه. استاكوزا غني بقى اغنيه كركشندي، وكركشندي دي برضو غنوه كسرت الدنيا، وكانت ممنوعه في الرقابه. ليه كانت ممنوعه في الرقابه وقتها؟ وقتها كانت ممنوعه فعلا. ما كان فيها ايه كركشندي دي؟ ولا حاجه. على الجزار. الجزار كانوا فاكرين انها بتدي يعني افكار معينه. لا واسقاطات. لا لا. صعبه جدا، صعبه جدا. نجاه سبع على حالي حست لحلحناه وبيدد هد، يعني صعبه فيها كتير قوي. ده لسه في كتير. ما تدلش رونا في سبع عراطيس. سبع عراطيس، سبع عراطيس وسبع طراطير وطراطير. لا دي موضوع صعب قوي. وبرده كسرت الدنيا لغايه دلوقتي، ولحد دلوقتي كركشان دي جامده. لغايه دلوقتي كركشان بتطلب مني في كل اي حفل اي حاجه. طب عايزه برده افكرك باعلان لشريط من شرايطك. انت الشرايط كانت بتنزل ايه؟ شرايط الكاسيت تكسر الدنيا. امال ايه؟ طب نشوف كده اعلان من اعلانات شرايط الاستاذ عدويه، وكانوا بيعملوا اعلانات على شرايط الكاسيت. أيوة. يعني هو مش محتاجه بينزل اعلان في التلفزيون، ما فيش بقى يوتيوب والكلام ده، هو اعلان في التلفزيون عن شريط كاسيت. ده شريط كاسيت سنه 81. نشوف. عدويه صوت الحب تقدم لكم ملك الأغنية الشعبية عدوية 81. وأهم أهم أهم عدوية 81 على كاسيت صوت عدوية 81 على كاسيت صوت الحب. ده حاجة يعني مش ممكن، ذكريات رهيبة. لحن لك كل الكبار يعني. سيد مكاوي. سيد مكاوي لحن لك. بليغ حمدي. بليغ حمدي. كمال الطويل. حسن أبو السعود طبعا. طبعا. كل دول لحنوا لك. طب بعد ما رجع من المرض وابتديتوا بقى ترجعوا تاني، ابتدى يغني مع الشباب. محمد ابنه، وهو محمد صوت رائع وجميل وخلاص بقى عنده شخصية مستقلة، وكمان غنى بقى مع رامي عياش، مع ناس كتيرة، مع وحكيم وغيره. وحكيم الدويتهات دي رجعت أحمد عدوية طبعا تاني في بتعمل زي يعني دوشة أو رواج. بس لما جوله أول غنوة الناس الرايقة، لما جاله بقى الناس الرايقة رامي عياش. قولي لي القصة بقى. والله هو جاله وأحمد ما كانش عارفه. ولا أنا. اللي عارفينه وردة ومحمد. أيوه. فأقنعونا. فأحمد ما كانش مقتنع. اقتنع لما رامي مسك العود وغنى عليه، قال له الله صوتك حلو، أنا عشان كده هغني معاك. وغنى معاه. ونجحت الأغنية والحمد لله، وابتدى يعمل بقى دويتوهات تانية كتير. مين الصوت اللي هو بيحب يغني معاه؟ يعني مين الصوت اللي هو بيحب يبقى مبسوط بيغني مع محمد كتير؟ محمد بيعشق ابنه.
انا عارفه انك بتحب محمد كابنك، لكن كلمني على محمد، على صوت محمد. بتحب محمد وهو بيغني؟ طبعا. وشايف ان محمد استمرار لاحمد عدويه؟ اكيد الحمد لله. ولا محمد بقى عنده شخصيه مستقله؟ هو شخصيه محمد مستقله، ولكن هو هيفضل لاخر العمر شايل اسم احمد عدويه، حتى لو ما بيغنيش لونه، لكن بالعكس محمد عدويه بيغني لون احمد عدويه، بس هو شايل طريق تاني. فاللي انا عايزه اقوله ان احمد عدويه هيفضل طول حياته متعلق جدا بان ابنه طلع مغني من غير واسطه، من غير حد يقف ويدافع عنه، هو صوته اللي خلاه مطرب. طبعا الفرقه معاه من زمان، يعني راحت ورجعت، لكن لسه الفرقه الموسيقيه مع الفنان احمد عدويه. خلونا نفتكر بعض الدويتوهات اللي لسه موجوده بقى مع رامي عياش ومع حكيم وغيرهم، ونخرج فاصل. طبعا الموجودين دول احفاد الاستاذ عدويه، ولاد محمد وولاد ورده. عرفينا عليهم بقى يا مدام نوسي. ياسين ابن ورده. ابن ورده. منى بنت محمد عدويه. ايوه. احمد الكبير بتاعنا ابن محمد عدويه. وطبعا يعني احنا سعداء جدا ان هم معانا النهارده. طبعا وهم اسعدونا، وكمان عندنا ايه يعني احمد بيطبل وياسين بيغني، فاضل الاموره الحلوه دي منى. مش عارفين هوايتها ايه. بتحبوا تلعب رياضه؟ بتحبوا. قول لي بقى يا احمد انت الكبير بقى، قول لي بتحب ايه في اغاني جده؟ لا الصراحه بحب كل حاجه في جده، لان كمان بحس ان جده يعني حاجه عظيم، يعني حاجه عظيمه بصراحه. يعني كل اغانيه يعني ما عملتش ولا اغنيه وحشه. ايه اكتر غنوه بتحبها؟ مثلا لموني. لموني، لموني الحبايب. ايوه. يا ليل يا باشا يا ليل. يا ليل يا باشا يا ليل. يا سلام، ده اختياراته ايه؟ اختياراته جامده تقيله يعني. اغنيه برضه بحبها اللي هي بتاعت شدوا الكراسي. شدوا الكراسي؟ تخيل انا مش عارفه شدوا الكراسي. دي اغنيه حلوه قوي. راسي راسي. انت بتحب طبعا بابا بيغني. بتحب تسمع بابا اكتر ولا بتسمع جده اكتر؟ طبعا جده ستايل حاجه ودادي ستايل حاجه ثانيه. يعني طبعا جده بالنسبه لي يعني حاجه عاليه قوي طبعا. وطبعا دادي بالنسبه لي، بس طبعا جد يعني هو القيمه برضو الاكبر وكده. وانت بتطبل، اتعلمت الطبله فين؟ لا دي موهبه كده. موهبه. وبابا جاب لك طبله بقى وابتديت تتمرن في البيت، تطبل على اي حاجه؟ كنت بطبل مع جد، كنت برضو بطبل، كان بيطبل معايا ده على طول. وبتجيب صينيه في البيت وتطبل وكده وحاجات؟ لا عندنا طبله في البيت. عندكم طبله في البيت. طب نسمع ياسين بقى. ياسين بتحب ايه من اغاني جده؟ لا اغاني كتيره جدا بحبها. زي يعني مثلا زي زحمه، يا بنت السلطان، والله ولعب الهوى، اغاني كتيره. وبتحب تغني؟ ده يعني انت غنى في المدرسه اغنيه حلوه جدا السنه اللي فاتت. ادي خلاص حته كده فانت لميس. زي محمد وزي جده. ادينا حته كده تسمعها. بتغني ايه بقى؟ عملت اغنيه في المدرسه السنه اللي فاتت او اللي قبلها للتنمر. طب غني اغنيها لي بقى كده. مين اللي قال في مشكلة في نطق الكلام؟ مين اللي قال إن التفاهم مش تمام؟ مين اللي قال إن إحنا مش قد الظروف؟ مين اللي قال إن إحنا نستسلم لغوف؟ الصغنونة الحلوة بقى، قولي لي بقى يا منى بتحبي إيه في أغاني جدو؟ بنت السلطان. ساعات مثلا يقعد كده تقولي له جده غني لي بقى؟ مثلا لما بروح له بقعد معاه ومثلا بقول له غني لي، بيقعد يغنيها. غني لك بقى بنت السلطان. وايه كمان؟ شدوا الكراسي دي اكتر. ايه يا جماعه شدوا الكراسي دي؟ انا مش فاكراها. يا راسي راسي. مش فاكراها خالص انا شدوا الكراسي دي. دي اكتر اغنيتين بحبهم. فاكرها دي يا استاذه عدويه؟ شدوا الكراسي راسي راسي. راسي راسي. كلميني بقى على الاحفاد. هي الحياه بالنسبه لنا احنا فرحتنا ولمتنا مع احفادنا. اليوم اللي بيجونا فيه هو العيد. بالنسبه له هو بقى، بالنسبه لك انت بالنسبه له هو روحه في احفاده. يعني عايزه اقول لك من اليوم اللي هو بيقوم من اول الصبح، هو اودي جاي، اودي يعني احمد بسميه اودي،
ياسين جاي ومون مون، طب انت عامله لهم اكل ايه؟ طب اوعي تنسي اللي هم بيحبوه. طب هم ليه تاخروا؟ طب يا احمد نام شويه لسه بدري عبال ما يطلعوا من المدرسه. يا ستي ما انا نايم على طول، انا عايزهم هم. فطبعا بيجوا يقعدوا يلعبوا معاه ويغني لهم ويغني لهم واللي يقعد يتناقش معاه، وايه رايك يا جدو في الاغنيه دي؟ وايه رايك يا جدو مش عارفه فلان عامل ايه؟ يقول لهم والله يا ولاد ما سمعتها. بتسمعوه بقى الحاجات الجديده الراب والتراب والحاجات دي احلى حلو على التلفزيون وعلى اليوتيوب. بس هو جدو ممكن ساعات حاجات بتعجبه، بس في حاجات يعني ممكن مثلا يقول لي مره واحده شات جدو مثلا ممكن فعله، وكمان مره يقول لي لا بصراحه وحشه قوي، ممكن يقول على حاجه وحشه. بس في حاجات ساعات بتعجبه قوي بشغلها له. ايه اللي ايه اللي بيعجبه من الجديد؟ يعني مين يعني؟ لا مش لازم مين، ايه بيسمع تراب بيسمع ويجز بيسمع؟ لا زي مثلا يعني ممكن تكون مزيكا مختلفة شوية. يعني بحد بيغني كويس، يعني مزيكا زي اللي هي التراب والراب، بس حد يكون صوته حلو شوية. هو أهم حاجة حد صوته كويس. لأن جده مش أي حد يعني بيعجبه، أي حد بيحبه، حتى في ناس من صحابه يعني من غير ما أقول بس بيحب، يعني ممكن يكون بالنسبة له مش صوته حلو بالنسبة له. انت اكتر حاجه بقى بتحبي تعمليها ايه مع جدو لما تروحي؟ لما باجي له مثلا بقعد معاه وبقول له كنت في مدرسه ايه؟ ايه اكتر يوم بتحبه؟ ايه اكتر حصه كنت بتحبها؟ وبيقعد يحكي لي بقى. كان بيحب ايه اكتر حاجه؟ كان بيحب يغني طول عمره. كان بيقعد يقول لي مثلا وانا في المدرسه في السيشن بتاعت الميوزك مثلا كان بيقعد يغني ويطبل مع صحابه. كان من وهو صغير يعني. كان بيقول لي اكتر يوم بيحبه الاسود. اكتر لون بيحبه الاسود، هو دايما بيلبس اسود يعني دايما بيلبس اسود. انا بشكركم وسعيده جدا بوجودكم معانا. بشكرك يا مدام لمين. ويعني دي حلقه في حب احمد عدويه وغنى احمد عدويه اللي هيفضل موجود، ومهما تطور الغنى حبيبي يا استاذ، مهما تطور الغنى وتغير هيبقى احمد عدويه. تقولي ايه على الرحله الطويله دي يا مدام نوسي؟ احلى رحله، وربنا يديله الصحه ويخليه لينا ويخليه لكل محبينه يا رب باذن الله. ويديك انت كمان الصحه يا رب. انا عايزاك تقولي حاجه على مدام نوسي بقى اللي سنداك وواقفه جنبك طول العمر دي. ربنا خيرهالي، بدعي لها طبعا انا عارفه بتدعي لها طول الوقت. هو انا عشان تعبانه هو حاسس بيا اني انا من كتر ما زعلت عشانه لانه وقع واتكسر، فانا حزنت قوي، جات لي جلطه في رجليا فبعاني لغايه دلوقتي. الحمد لله الحمد لله. فهو زعلان قوي ومش مبسوط، وتملي يقول لي لا انا عايزك احسن، لان هو بيحس ان انا قدامه هو بيحس بسعاده اكتر طبعا لما بيلاقيني ماشيه ورايحه وجايه، لكن وانا مش موجوده قدامه بيبقى هيتجنن. بس الحقيقه احنا عندنا ولد ربنا يخليه لنا يا رب اسمه محمد طبعا عدوية. الحقيقة بيحاول يعوض ده ليا وليه، ويدينا حنان احنا محرومين يمكن منه دلوقتي، فربنا يخلي له أولاده يا رب ونشوفه في أحسن حال إن شاء الله. ويخليك لينا يا أستاذ عدوية، ورحلة طويلة جميلة ممتعة أكيد شفت فيها الحلو والمر طبعا، وغنيت فيها بصوت الناس وحكايات الناس. أمالي قبل ما نختم ونسمع يا ليل يا باشا يا ليل، تقول ايه يا استاذ عن الرحله الطويله دي؟ الحمد لله الحمد لله، وربنا يديك الصحه يا وربنا يدي مدام نوسي الصحه ربنا يخليك ومحمد طبعا يا رب المطرب الجميل ورده وكل العيله يا رب. شكرا يا ولاد، ميرسي جدا، انتوا نورتوني النهارده. شكرا للفرقه الموسيقيه، ونسمع بقى يا ليل يا باشا يا ليل أغاني عدوية كلها لما تسمعوا مفرداتها الصغيرة البسيطة اللي بنحيي الكتاب الحقيقة اللي كتبوها، تعرفوا إنها بتمس كل الناس، بتمس الناس العادية الناس البسيطة، يمكن ما تكونش وقتها كتذوق النخبة، لكن هي بتعبر عن المصريين العاديين اللي في كل شوارع مصر وحواريها، في أزمتهم في صعوباتهم في أفراحهم في أحزانهم. ده كان أحمد عدوية. شكرا جزيلا، شكرا ليكم، بحييكم، هذه لميس الحديدي، تصبحوا على خير.